بقينا بنلاحظ انتشار كلام كتير جدا على التجميل وعمليه التجميل واجهزه جديده كل يوم. طيب انا يعني لو حد مهتم بقى وعايز يعمل عمليه تجميل، ازاي اقدر او افرق ما بين الكلام الصح وكلام الغلط، او مش عايزه اقول نصب لان هو للاسف بيبقى فيه كلام كتير جدا على بعض القنوات، كلام حتى مش منطقي، ولو شفت اعلان شدني ازاي اتاكد ان الاعلان ده فعلا صح واللي مكتوب فيه صح؟ كل ده هنعرفه من ضيفي العزيز دكتور خالد سامي، مدرس جراحه التجميل بكليه طب جامعه عين شمس. يا دكتور خالد منورنا، اخبارك ايه؟ ازيك؟ تمام، كله تمام الحمد لله. زي ما قلت احنا عندنا عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، اعرف ازاي الصح من الغلط. بنلاقي اعلانات على السوشيال ميديا، على القنوات، للاسف بتبقى قنوات غير او مجهوله الهواية، فافرق ازاي؟ احنا الحقيقه دلوقتي بنعيش عصر السوشيال ميديا، كل حاجه السوشيال ميديا بجانب الاعلام المرئي بقى ليهم تاثير طاغي على التجميل. حلو. أنا بقول دايماً أن الإعلام يقدر يعمل أي حاجة، يقدر يخلق حتى حاجة مش موجودة ويخليها حقيقة موجودة والناس تبقى مقتنعة بها. أديكي مثال صغير، أنه في طريقة لعب كورة اسمها التيكي تاكا اللي هي بيوصفوا بها طريقة لعب جوارديولا أيام ما كان بيدرب برشلونة. فعلياً ما فيش حاجة اسمها كده، دي اختراع إعلامي الحقيقة. التيكي تاكا ده معلق رياضي وصف طريقة لعب المنتخب الأسباني قبل ما جوارديولا يدرب برشلونة أصلاً. ورجع استخدمها كام مرة لما برشلونة ابتدى يدربوا جوارديولا، مع الوقت الناس ابتدت تستخدمها، اخترعوا طريقة لعب لا وجود لها، لا جوارديولا وصفها ولا برشلونة قال ان هو بيلعب بالطريقه دي. وحتى الحقيقه طريقه لعب جوارديولا الاساسيه كانت مختلفه عن الطريقه اللي هو استخدمها عشان يواجه دفاعات الفرق اللي قدامه. لما تشوفي دلوقتي جوارديولا مع مانشستر سيتي تلاقي طريقته مختلفه تماما، لا هو اخترع التيكي تاكا ولا حاجه، ده مجرد الاعلام. يعني ده حاجات كلها بيبقى الاعلام هو اللي بيوجه. تخيلي انه العالم كله مقتنع انه الجزر بيقوي النظر. يعني وكل الستات مقتنعه انه الجزر بيقوي النظر. الحقيقه مفيش اي اساس لانه الجزر بيقوي النظر، دي مفيش معلومه طبيه بتقول كده. لكن الحقيقه ده اختراع او كذبه، ده مثل او يعني زي مثل ولا حاجه خالص، دي كذبه اخترعها الجيش البريطاني في الحرب العالميه الثانيه عشان ينفخ في جنوده انه نظرهم حاد وانهم كويس، وكان بينزل اعلانات كله جزر عشان تبقوا زي جنودنا، وكذبه ومشيت. والاعلام بعد ما طلعها بقت حقيقه علميه. التور بيهيج من اللون الاحمر، حاولي في الشارع تقنعي اي واحد انه التور ما بيشوفش اللون الاحمر اصلا مش هيقتنع. يعني احنا يعني اذا ان في معلومات مغلوطه، يعني في حاجات مغلوط فيها احنا كجمهور او كشعب فاهمينها بطريقه غلط. للأسف. طيب بنلاقي عمليات مثلا بتبقى بنسمع لو عند دكتور فعلا لا موثوق فيه وكده، بتبقى ارقام مهوله او مش مهوله، الرقم الطبيعي للعمليه. بنلاقي على السوشيال ميديا او القنوات اللي هي مجهوله الهويه ارقام باهظه، يعني صغيره جدا. حتى مش مجهوله الهويه، احنا كدكاتره عندنا مشكله ان احنا نوزن ما بين المهنيه بتاعتنا وما بين الاعلان. حلو. لانه في الاخر انا كدكتور ما انا بستخدم السوشيال ميديا ولازم استخدم السوشيال ميديا ولازم اطلع في التلفزيون، ده جزء اساسي من شغلنا ما بقاش حد يقدر يتجنبه، غصب عني هستخدم السوشيال ميديا. لكن وانا بستخدم السوشيال ميديا هي في الاخر انا بعلن عن نفسي، انا بعرض صور قبل وبعد، وانا بعرض حاجه انا عاوز الناس تجي لي. لازم اوزن ما بين مهنيتي وما بين ان انا عاوز الناس تجي لي، وما بين ان انا اوصل في مرحله اني اخدع الناس عشان تجي لي. انا بقى كمشاهده يعني إيه؟ ازاي اوازن ما بين ده وما بين ده؟ طيب هقول لك يعني ايه مهنيه. مهنيه اني وانا بخلي الناس في الاخر لما تبص على السوشيال ميديا هي عاوزه تعرف الدكتور، وعاوزه في نفس الوقت تبقى انترتيند، عاوزه تتبسط، عاوزه تشوف حاجات حلوه تبسطها. وانا بعرض ده مهنيا لازم اولا يعني ده اللي انا هعرفه حتى لما اشوف الدكتور بيتكلم. اولا لازم اعرض الحقائق العلميه بالظبط زي ما هي، ما احاولش ازين فيها. الحاجة التانية لما احنا العامل البصري كمان مهم عندنا جدا، لما بنشوف بيفور اند افتر انا كمشاهدة لا بنبهر. ما انت يعني انا لو هستخدم اعلان لازم ابهرك، والا في الاخر انت مش هتجيلي، انت هتجيلي ليه؟ هتشوفي حد تاني هيبهرك. لكن النقطة التانية انه اذا زي ما انا بعرض الحقائق العلمية بالظبط زي ما هي في وقت وانا في نفس الوقت بسليكي، الحاجة التانية ان انا لازم ما اديكيش احلام وردية. اي حد بيدي احلام وردية هو في الاخر بيضحك على المريض. يعني في هوجة دلوقتي موجودة في جراحات السمنة اللي هي جراحات السمنة الامنة 100% والدباسات الامنة 100% والعمليات اللي بلا مضاعفات، ده كلام مش طبيعي يا اخي. ده يعني عمليات السمنة معروف انها من اكتر العمليات اللي هي مضاعفات. بس انا عايز اقول لك حاجة، انا ازاي تقولي 100%؟ في قنوات كده اللي هي بتعرض حاجات كده غريبة وافلام غريبة، انا بشوف ده، انا بجد بقى انا كواحده اهو في الميديا انا ساعات ممكن اصدق، يعني اقول واحد يبقى تخين جدا
ومش عارفه بعد عمليه بعد يومين ثلاثه لقيته كده. بيخس، هو بيخس احنا مش حاجه، بس ما تقوليش ان انا هعمل لك حاجه امنه 100%، لانه ده بيترتب عليه مشاكل كبيره جدا. مفيش حاجه في الطب امنه 100%، اللي بياخد حقنه مضاد حيوي ممكن يموت، اللي بياخد مسكن ممكن يجيله فشل كلوي، مفيش حاجه قصه الامان ال 100% ومفيش مضاعفات، هيخلق لي مشكله. يعني الصراحه والامانه مع المريض ده رقم واحد، لانه العيان ده لما ما هو مفيش حد فينا ما بيحصلش معاه اثار جانبيه ومضاعفات طبعا. لما هيجي للعيان يحصل له مشكله ومضاعفات هيقول ايه؟ لا ده بيقولوا انه في امان 100%، انت ضحكت عليا، انت عملت لي حاجه غلط. لما بيع الوهم للعيان يبقى انا كده مش صادق معاه. والحقيقه انه عدم الصدق ده بيبقى في حاجات كتيره جدا جدا، حاجات بسيطه زي نشتري فولورز مثلا على انستغرام، ده كذب. الدكتور اللي بيكذب في حاجه بيكذب في كل حاجه. يعني اخش مثلا على دكاتره الاقي كاتب حاصل على ماجستير جراحه التجميل من جامعه عين شمس، جامعه عين شمس ما طلعتش ماجستير جراحه التجميل اصلا، يعني اول بروجرام لماجستير جراحه التجميل بقاله سنه ونص، ما فيش حد خد ماجستير لسه لغايه دلوقتي. اللي بيكذب في الكواليفيكيشنز بتاعته، انا تعرضت لموقف انه انا كنت محتاج دكتوره دايت، ودكتوره جت قعدت معايا واتكلمنا، وفي اخر حاجه بسالها انت خريجه دفعه كام؟ قالت لي انا مش خريجه طب، انا خريجه حقوق. نعم. دكتوره دايت وشغاله. طب خريجه حقوق ازاي؟ لا انا كنت شغاله مع الدكتور الفلاني وتعلمت منه. بالخبره والفهلوه بقى بالزبط يعني بالزبط. للاسف انه في ناس عندها بسميه فن صناعه الاكاذيب. طيب هو عارف ازاي يصنع ده. طيب حلو، لو انا دلوقتي شفت اعلان على التلفزيون وانا كمان جوايا اقتنعت وخلاص انا عايزه اعمل مثلا عمليه عند الشخص او الدكتور الفلاني، اول خطوه اعملها ايه علشان اتاكد من صحه كلامه واتاكد ان هو ده اصلا حد كمان معتمد؟ يعني انا بفترض حسن النيه في الجميع، يعني حسن النيه في الاخر، انا في الاخر هو اي دكتور بيعلن عن نفسه هو مش عاوز يخدع حد، لكن هو في الاخر انت لازم يبقى في وسيله توصل الناس ليكي. أوكي. لكن انا دايما شايف انه اي حد بيستخدم المبالغات هو شخص، انا عن نفسي لو انا هروح له مش هبقى مطمن. اي حد هيقول لي انت هتبقي واحده تانية وفي يومين ثلاثه ومفيش مضاعفات وانت هتبقي في حاجه مش مظبوطه، اي حد يقول لي ان الجهاز الفلاني ده هو بديل للجراحه وبديل للبوتوكس وبديل الهايفو مثلا، يعني في هوجة هايفو كده عند كل الدكاترة ان الهايفو جهاز مفيش زيه. طب ايه بقى نعرف الناس ايه الهايفو ده؟ ده جهاز بيستخدم يعني على اساس ان هو بيشد الجلد، في رايي الشخصي انه جهاز فاشل وما بيعملش اي حاجه. اللي بيتقال في الميديا انه هي اللي والله يعني اول دكتور يطلع ويقول، يعني مع ان دي ممكن تاثر عليك انت أنا شايف شخصيا. انا شايفه كده يعني ايا كان هم، انا مقتنع انه دكتور يطلع يقول انه عندي الجهاز ده ممكن يشد الجلد في حالات، ما يشدش الجلد في حالات، لكنه بديل البوتوكس والفيلر ومش هتعملي عمليات جراحيه واي سن هستخدمه وبيشيل الدهون في الدبل تشين، ده كلام مش منطقي، ده سحر، يعني السحر مش هيعمل كده. فكل ما كان في مبالغات يبقى في كذب، في حاجه مش صادقه، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. ودايما زي ما بقول لازم اوزن ما بين مهنيتي وما بين اني عاوز ناس، اني عاوز اعلن، اني عاوز ابين نفسي، وده طبيعي. الحقيقه ما حدش فينا هيحب يعرض انه عنده مشكله وانه عنده عيان حصل له مشكله، ما حدش فينا طبعًا هيحب يعمل ده. لكن بس ده وارد طبيعي على فكره، وارد وطبيعي، بس نفس الوقت وانا بعرض الحاجات اللي هتانترتين الناس اللي موجوده عندي في نفس الوقت لازم اكون صادق، لازم اكون على الاقل لما هتجيلي ما اقعدش ابالغ وادي يعني حاجات. وده اللي بيعمل مشكله دايما ما بين الدكاتره والمرضى، ان هو بيجي اكسبكتنج حاجه معينه، وارد يحصل له مشكله، وارد ما يبقاش الريزلت زي ما هو عاوز، فبالاخر بيلوم على مين؟ على الدكتور، انت اديتني احلام غير منطقيه. مش بقول انه النتائج اللي احنا بنعمله مش حلوه، لا الحقيقه نتائج كويسه ونتائج هايله، وفي ناس اكيد انت تعرفيهم حياتهم اتغيرت بعد ما عملوا ده، لكن في المقابل في حاجات تانية لازم من حق العيان ان هو يعرفها. اي مبالغات ده مش منطقي. الحاجه الثانيه بقى في حاجه غريبه جدا دلوقتي اسمها، يعني انا اسف اني اقولها، تاجير الفنانين والبلوجرز. بقى الدكتور قيمته مش بشغله، قيمته بمين كام فولور موجود عنده ومين الفنانين اللي راحوا. تخيل انه في شركات بتتصل بيا كل يوم تحب نجيب لك فنانين يصوروا عندك في العياده عشان ده هيزود لك، لا الحقيقه ده مش طبيعي. الدكتور ما بيتعرفش غير بشغله، بالناس اللي بتديله ريفيوز كويسه او وحشه، والاعلانات اللي بتتعمل بالفنانين. يعني انا ببقى بجد والله ببقى حزين ان فنانين بيبقوا كمان بالزبط ليهم قيمه كبيره جدا. في فنانين الحقيقه بيتصوروا مع الدكاتره عادي جدا، ما بييجوا بيعملوا حاجات وهم بيحبوا الدكاتره بتوعهم. ومع يعني في جراح في امريكا اسمه اشكن جافامي، ده اشهر جراح تجميل في بيفرلي هيلز، مشهور جدا، عمرك ما تلاقيه متصور مع فنانين، مع انه مشهور في امريكا انه جراح الفنانين، كل الفنانين بيروحوا يعملوا عنده، عمره ما تصور مع فنانين غير واحدة بس هي اللي طلبت تتصور معاه، كانت عاملة مناخيرها وتصورت معاه. الحقيقة قيمة الدكتور تاني مش بمين بيروح له ولا عدد الفولورز، اني انام بالليل واحد عنده فولور 100 اصحى الصبح الاقيهم 50,000، ده مش منطقي. على فكرة ده بيحصل معانا احنا، انا نفسي بيجي لي يقول لي مش عارفة مش عايزة اتزوج، لا مش عايزة على فكرة، انا عايزة الناس الطبيعية اللي هو الناس الفعلا اللي بيحبوني وعارفيني وعايزاني. احنا اكيد مكملين كلامنا مع حضرتك، لكن خلينا نطلع لفاصل، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل يعني هنكمل لسه كلامنا مع دكتور خالد سامي مدرس جراحة التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس بعد الفاصل.
لحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع دكتور خالد سامي مدرس جراحه التجميل بكليه طب جامعه عين شمس، وكلامنا بقى عن الحاجات الغلط والحاجات المنتشره على السوشيال ميديا وعلى الاعلام، وبنحاول ان احنا نقول لحضراتكم ايه الصح. برحب بيك يا دكتور خالد مره ثانيه. دكتور خالد، في حاجات بقى غير بقى كمان السوشيال ميديا والتلفزيون والحاجات دي، الجيم مثلا، لو حد مثلا بيروح جيم وبياخد يقول له مثلا ده بديل مثلا لنفخ الصدر او حاجات كده، في حاجات بديله فعلا بيبقى ممكن في بديل لعمليات التجميل دي ولا لا ملهاش اي بديل؟ طيب، هو في بديل، اكيد في بدائل لكل حاجه، لكن البدائل دي مين اللي هيقولها لي؟ هيقولها لي دكتور. انما الجيم الحقيقه بقوا يا اما الترينرز بيدوا معلومات وبيقولوا حقن وبيوصفوا ده، وده جزء، يا اما في الجيمات مثلا بيجيبوا ناس بيقعدوهم يقول لك ده دكتور دايت، ده دكتور، والله اعلم هل هو دكتور فعلا ولا لا. الحقيقه ده كله هيصه، يعني العمليات ملهاش بديل، يعني عمليه مثلا ليها بديل، ليها بديل، اي حاجه ليها بديل. يعني أوكي. هنفترض انه في واحده عندها مشكله ترهل في وشها وعندها، هنفترض حلها الفعلي انه تعمل عمليه، لكن هي ممكن ترضى بحل اقل، هي ممكن ترضى انها تحقن بوتوكس وفيلر، هي تقول انا مش عاوزه اعمل عمليه. وارد انه يبقى عندي الحقيقه حاجات انا عاوزه اعملها ولكني مش عاوز نتيجه 100%، ممكن ارضى بنتيجه 50%، ممكن ارضى بنتيجه 40%، المهم بس اللي يقول لي، ما يقوليش ان دي هتجيب لي نفس النتيجه. انا قصدي ان عمليه التجميل يعني ماشي ليها بديل، بس ما بتبقاش بنفس النتيجه، يعني بتدي نتيجه اقل. مفيش حاجه بتجيب نتيجه الجراحه. الناس دايما تسال انه طيب انا دلوقتي احنا بنتكلم كتير على موضوع نحت الجسم، نحت الجسم ونحت المؤخره. بتهيألي هي دي اكتر عمليات تجميل منتشره تقريبا. الناس كتير دايما تسال انه طب انا ممكن اروح الجيم واخد نتيجه النحت من الجيم كبديل. الحقيقه دايما بقول لهم لا، مش هتاخدي نتيجه النحت من الجيم. الجيم بيقلل الوزن وبيغير شكل جسمك وبينزل جسمك كله كتله واحده، هو مش هينزل حته ويشيل واحده، مش هينحت، يعني مش هيتقسم الجسم. انه انا مش عاوز اقلل حاجه، انا بقلل مناطق وبزود مناطق. احنا احيانا بناخد الدهون ما بنرميهاش، احنا بناخدها ونحقنها في مناطق تانية عشان اديها حجم اكبر. الجيم بديل لو انت عاوزه تخسي، يعني هو بديل للخسسان، ان انت تعملي دايت وجيم هتخسي، لكن ما هوش بديل للنحت. مش كل الناس عاوزه تعمل نحت، مش كل واحده عاوزه تبقى المؤخره عندها كبيره، مش يعني هنا في اختلافات، كل واحد حسب اللي يناسبه. في بدائل، بدائل، كل البديل ده بقى بيناسب كل شخص، نقدر نوفق كل شخص للبديل المناسب ليه، لكن ما فيش بديل في المطلق بقى، يعني ما تعمليش عمليات جراحيه وتعالي اعملي كذا، ما تعمليش مش عارف ايه، لا، كل حاله ليها المناسب ليها. طيب دلوقتي زي ما حضرتك بتقول اكتر العمليات منتشره الفتره دي عمليات نحت الجسم، عمليات تكبير او تصغير الصدر او المؤخره. يعني انا عايزه اروح اعمل عمليه معينه من دول، نحت جسم مثلا، ايه الحاجات اللي تخليني اقول ان الدكتور ده كويس، ان الدكتور ده فعلا هيديني النتيجه الكويسه؟ والمستشفى برضو، ان انا اختار ازاي، ان انا اختار مستشفى صح. احنا اتفقنا من الاول، انا هفترض انه في الاول وفي الاخر هو حسن نيه، حتى في الاخر لما بقول لك حد بيبالغ او حد بيقال، هو في الاخر، هي في الاخر، انا هفترض انه حسن نيه. تمام. هروح للجراح اللي بيشتغل الشغلانه دي، لانه للاسف دخل في السكه ناس تانية ما بتشتغلش. يعني انا اذا كنت انا بقيت اشوف دكتور، شفت والله بجد دكتور اطفال دخل في موضوع جراحات التجميل، انا بكلم بجد. كل حد ممكن يخش للاسف في اي حاجه، انا يعني جزء من ده جراحين مثلا السمنه، جراحين السمنه هم جراحين جراحه عامه، ما معهمش شهادات تجميل، ما خدوش تريننج تجميل. بقوا دلوقتي بيعملوا ايه؟ طول النهار اعلانات على نحت الجسم، لانه يعني على اساس انه شيء مرتبط بشغلهم زي ما بيعمل التكميم والحاجات دي. بعضهم بيجيب ممرضين يعمل لهم شفط الدهون، بيجيب ممرض هو دربه او حد دربه بيعمل له شفط للدهون، هو ما بيشتغلش، هو ما بيعرفش يشتغل، وبيجيب ناس من الباطن يشتغلوا له الحالات بتاعته. الحقيقه وارد ان الريزلت تكون كويسه، وارد النتيجه تبقى هايله، لان هو بيجيب جراحين تجميل يشتغلوا له. لكن انا عندي مشكله في الامانه، انه ما ينفعش اقعد معاكي اقول لك انا هعمل لك 1 2 3 واجيب حد تاني يعمل لك العمليه. ده بالنسبه لي شيء مرفوض، حتى لو انت كنرمين بعد العمليه هتكوني مبسوطه، لاني انا كخالد لما هروح لدكتور انا عاوز الدكتور ده هو اللي يعمل لي، انا رايح له هو، مش رايح عشان حد تاني يعمل لي العمليه او حد من الباطن يعمل لي العمليه. فاي حد انا هروح له هروح لحد في التخصص اللي بيشتغله، انا عاوز اعمل حاجه هروح في التجميل، هروح لجراح تجميل انا عارف انه جراح تجميل، مش هروح لجراح سمنه، ولا هروح لدكتور جراحه عامه، ولا هروح مركز بيديره حد تخصص علاج طبيعي بيقول لي هنعمل لك وهنسوي لك. طب والمستشفيات يا دكتور، يعني لازم تبقى مستشفى كبيره وليها اسم، ولا ممكن في مستشفيات صغيره؟ الحقيقه انه جراحات التجميل ما هياش من الجراحات الخطيره اللي بتتطلب مستشفيات ضخمه برعايات ضخمه. صحيح انه المضاعفات احيانا بتحصل بلا سبب، واحيانا احنا كجراحين بنواجه حاجات احيانا ما بنلاقيهاش تفسير، ما فيش تفسير، عين كويس، صحته كويسه، دخل خلص كويس، وحصلت له مشكله
مش قادر اعرف هي حصلت ليه، وبنقف عاجزين الحقيقه قدام العيانين احيانا، وسبحان الله في حاجات ما بنقدرش نفسرها. لكن عموما جراحات التجميل مش من الجراحات اللي هي لازم تبقى مستشفيات ضخمه بتجهيزات ضخمه. وارد يبقى مستشفيات صغيره امكانياتها كويسه عندهم، بس مش مستشفيات تحت بير السلم، يعني مكان مرخص مجهز، مش عياده يعني، برضو ما ينفعش اعملها في عياده، ما نعملش عمليات في عيادات. لكن في عمليات صغيره زي تكبير الثدي، حاجات صغيره زي في حاجات نقدر نعملها في مستشفيات، مش لازم مستشفيات ضخمه. الحقيقه احيانا المستشفيات الضخمه كمان ما بتبقاش مناسبه للي رايحين يعملوا عمليات تجميل. تروح عمليه تجميل مش عاوزه زحمه وهيصه وناس رايحه وناس جايه وعيانين عظم وعيانين قدم سكري جنبها في الاوضه اللي جنبها وهيصه، بتبقى الى حد ما اللي عاوز تجميل عاوزه شويه برايفسي، مش كل الناس عماله تتفرج عليها يعني، فالى حد ما مش لازم كل الناس تعرف يعني انا بعمل مثلا نحت في جسمي ولا مش لازم. احيانا الحاجات الضخمه قوي ما بتبقاش مناسبه قوي لجراحات التجميل. لكن في النهايه لو انا عندي عيان فيه مشكله، عندي عيان كبير في السن عنده ضغط عنده سكر عنده مشاكل صحيه، الحقيقه اكيد هختار له مكان يكون مناسب لحالته، لاني متوقع انه ممكن يحصل منه مشكله، انه ممكن يحصل مضاعفات، فبقى المكان الى حد ما مجهز انه يقدر يتعامل مع المضاعفات. طيب لو قلنا مثلا كل عمليه تجميل مثلا نحت الجسم، الطبيعي ان انا ادخل اقعد كام يوم في المستشفى وان انا اخرج، وايه المضاعفات اللي الطبيعيه اللي ممكن تحصل وايه المضاعفات اللي هي لا يبقى كده في مشاكل؟ ما تقدريش تقولي قاعده عامه، يعني اللي بتعمل نحت جسم وزنها 70 كيلو غير اللي وزنها 80 غير اللي وزنها 90، اللي عندها 20 سنه غير اللي عندها 50 سنه، اللي عندها بتختلف من حاله لحاله يعني. ولا ان انت تعملي عمليه نحت وتخرجي بعد العمليه بثلاث اربع ساعات ست ساعات تروحي البيت وكويسه وما عنديش حاجه، كل اللي عملتيه شلتي حته بطن صغيره، ووارد واحده تحتاج تقعد يوم او يومين في المستشفى لانها فقدت الدم ومحتاجه تنقل دم ومحتاجين اقعدها شويه تحت الملاحظه. ما فيش قاعده عامه اقدر اطبقها على كل الحالات، يعني هي بتختلف من حاله لحاله، ما فيش قاعده معينه. يعني في عمليات تجميل معروف انها عمليات صغيره زي تكبير الثدي زي تجميل الانف، الحاجات دي غالبا هي يعني جراحات يوميه، انت بتعملي العمليه وبعد ساعتين ثلاثه اربع ساعات بتروحي البيت، لانه احنا مش متوقعين ان يحصل مشاكل من العمليه دي. انا يعني مبسوطه بحضرتك جدا، واكيد لينا لقاء تاني بقى أكيد. نتكلم عن الجديد بقى في عالم التجميل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سامي، مدرس جراحه التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس. نور تاني يا دكتور. ميرسي. طيب عندنا لسه اكيد كلام كتير وكلامنا ما بيخلص، هنروح مركز ديروت في محافظه اسيوط ونشوف بقى يعني صباح عطيه سليم الشهيره بام محمد اللي اشتغلت اول سواقه تروسيكل في الصعيد، قصه كفاح جديده بتكتبها المراه المصريه. تعالوا نشوفها ونتعرف عليها وبعدها نطلع لفاصل. بعد الفاصل بقى سواريهات الصيف مع الفاشن ديزاينر التونسية دالين داغول. بعد الفاصل ست بمئة راجل من صعيد مصر بمحافظة أسيوط مركز ديروت. صباح عطية سليم الشهيرة بالجدعة أم محمد، زوجها توفى منذ 7 سنوات بعد إصابته بالفشل الكلوي، وقررت انها تتولى المسؤوليه كامله بعده وتشتغل اول سائقه تروسيكل بمحافظه اسيوط. بالرغم من صعوبه العادات والتقاليد في الصعيد، عشان تنفق على اولادها الاثنين من الرزق الحلال. الاجازه دي اللي 7 سنين متوفي وانا اللي مسوق الموتوسيكل، اما ابيع عليها عشان اربي عيالي ومحدش اما يبص علي، انا اللي لما اسوق واروح بيه ديروت واركب بيه رقاب يوم الاثنين واشتغل بيه وما اجيب عليها جاز واجيب عليها بنزين واجيب عليها بضاعه زي ما انتم شايفين كده. الفجر يقدم اصلي الفجر، وبعد ما اصلي الفجر ادي عيالي بشاي يفطروا في الصبح وافطرهم واطلع بالموتوسيكل، اركب 5 تنفار 6 تنفار 7 تنفار، القى 30 جنيه 20 جنيه 40 جنيه، اسوق عيالي بين بطاطس وقوطه وطبيخ للبيت، ننقلوا باذنجان اي حاجه يعني، كيلو خيار 2 كيلو طماطم، واروح. الحاجة الخفيفة اللي اقدر اشدها على الموتوسيكل اشيلها. الحاجة التقيلة الناس في ناس لما تاخدها تقول لك يا وديها انا، ياخدوها مني. يعني ما يرضوش يدوني الشغل انا الشغلة ياخدوها هم. يقول لك لا انت ست، احنا اللي نوديها واحنا نشد احنا. يرمها عليا ياخدوها مني جواها. واللي يقول لي انت كده يفتح نفسه شوية خانش اعيط. واللي ما يغلس عليا ما يخان اعيط. واعمل يا طيب ولد صغير. يعني دول 9 سنين ما ينفعش اسيبه وحدي في ديروط يعمل حادثه يموت ما عيش غيره. ابوك انا مغسل كلى وسابوه ما فيش غيره، هو وحداني هو واخته، اتعلمت عليها انا وحدي. ايوه ازاي يعني؟ وحدي حطيت المفتاح في الموتوسيكل وانا قلت اسوق انا كده شوف عشان لما اربي عيالي ويكبروا واخو ولدي يسوق بقاني. قلت لما يكبر ولدي صغير
تسع سنين ومخاف عليها وحداني، اما مش مرضى خليه يسوق. انا فخوره في امي ان هي مسوقه المسلك عشان تجيب لنا حاجه ناكلها بدل ما احنا ندور نشحت كده. يعني احنا ما نجيب خميس مثلا ونكسر كذا خميس، يعني هي مش ما تقدر تجيب يعني كل خميس زي الناس كده ما تجيب، ولا ما تقدر تكسينا مثلا زي كده زي العيال لما تتكاسي نجيب ترنجه اي حاجه، يا اما نلبس حاجه من اللي كانت عندنا. لو كان ادى ربنا متكسينا ما نداش ربنا مش متكسينا. الشغل مش عيب، الشغل ده نصاحه، ده شطاره، ده نصاحه. انا امال اشتغلوا زي كافحوا زي الناس الكافح، امال هتعمل ايه؟ فخوره وامشي في الليل وفي النهار عادي، مش اما اخاف من حد. ليه امال امد ايدي على الاسرق ولا امد ايدي على الحرام ولا اقول لحد اديني؟ ملياش حد. جوزي توفى، كان مشتغل في مصر وجات تعب وعنده فشل القلب وتوفى، يبقى انا اسيب عيالي على مين؟